بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أشرح لكم النوع الثاني وهو التحريم، حيث سوف نتحدث عن الحرام وتعريفه وكذلك مصطلحاته أو عباراته والأدلة التي تدل على الحرام. فالتحريم مقابل الإيجاب، يعني أن الواجب هو مقابل أو ضد الحرام. وما تعريف التحريم؟ التحريم هو طلب الكف عن الفعل، أي الترك عن الفعل على وجه الحتم والإلزام. وفي الشرع نجد أن هناك عبارات أو مصطلحات أخرى للحرام أو تحريم، منها الحظر أي المحظور، هذا يدل على التحريم أيضا، كذلك الحرج، وكذلك المعصية والذنب والخطيئة والإثم أيضا. فإذا وردت هذه العبارات في خطاب الشرع أي في النص الشرعي فإنها تدل على التحريم، أي أن الأمر حرام. والعلامة التي تدل على أن الشيء حرام فهي وجود الوعيد على الفعل، إذا ورد الوعيد على الفعل فإنه يدل على التحريم، كما جاء في قوله تعالى في حديث قدسي حيث قال الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أن الله سبحانه وتعالى توعد بأن من عادى وليا من أوليائه عز وجل فإنه موعد بكونه عدوا لله أيضا، فهذا فيه وعيد، فإنه يدل على أن الفعل يعني معاداة ولي من أولياء الله حكمه حرام. كيف نعرف أن الشيء حرام؟ أو ما هي الأدلة التي تدل على التحريم؟ فالجواب أن هناك أنواع لأدلة التحريم، منها أولا النهي، مثل قوله تعالى في الآية: ولا تقربوا الزنا، أي أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الاقتراب من الزنا، فدل ذلك أن الزنا أو الاقتراب منه حرام، فهذا من الأدلة على التحريم. ثانيا من أدلة التحريم أيضا الوعيد على الفعل، وهذا الوعد يشمل مثلا غضب على فاعل الشيء أو اللعن على فاعله، مثلما ورد في الحديث أنه اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك لا مالك إلا الله. فورود كلمة غضب الله على هذا دليل بأن هذا الفعل يعني الزعم بأنه ملك الملوك هذا حرام، أي من قال بهذا القول فإنه حرام أو فإنه قد فعل فعلا محرما. وكذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه لفظ اللعن، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير منار الأرض. فورود كلمة اللعن في هذا الحديث دليل على أن الفعل يعني فعل الذبح لغير الله وتغيير منار أي علامة الأرض حرام. ثالثا من أدلة التحريم أيضا أي إذا سمي الفعل كفرا أو معصية أو فسقا أو خطيئة أو ذنبا أو كبيرة، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وكلمة وإنه لفسق يعني ورود كلمة الفسق في هذه الآية دليل على أن أكل ما يذبح بغير اسم الله فهو حرام. ومثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، أي أن هذين الفعلين حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلمة كفر لأنه قال هما بهم كفر، فهذا يدل على التحريم. رابعا لفظ التحريم ومشتقاته، يعني إذا ورد لفظ التحريم كلمة حرم أو حرم ومشتقات هذا اللفظ، مثل
كلمة حرم وحرم كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: حرمت عليكم الميتة، حرمت من مشتقات كلمة حرم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنه حرم عليكم حقوق الأمهات، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات. فذكر لفظ التحريم هنا بقوله حرم، فهذا من أدلة التحريم أيضا. منها أيضا من أدلة التحريم تشريع العقوبة لفاعل الفعل، مثل عقوبة السارق وهي بقتل اليد. فإذا شرعت العقوبة لفاعل فعل من الأفعال، يعني في هذا الفعل عقوبة، فهذا دليل على أن الفعل حرام. خامسا من الأدلة التي تدل على التحريم أيضا الإخبار بأن ذلك الفعل محبط للعمل، أي مزيل ومسقط لثواب العمل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاة 40 ليلة، أي أن فعل تصديق الكاهن حرام لأنه يبطل العمل، أي يذهب ثواب عمله وهو الصلاة، بطل الثواب بسبب هذا الفعل. فإذا ذكر أن هذا الفعل يذهب لثواب العمل فهذا يدل على تحريم أيضا. والمحرمات كما هي الواجبات أيضا، تكلمنا قبل هذا بأن الواجبات متفاوتة على درجات، كذلك المحرمات فهي متفاوتة لها درجات مختلفة. فأعظم المحرمات كما هي معروفة هي الشرك بالله، ثم تأتي بعدها كبائر الذنوب، ثم تأتي بعدها صغائرها. لذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: الشرك بالله، ثم قال: ثم الزنا، ثم قتل الولد، كما ورد في حديث: أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تزاني خليلة جارك، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. هذا الحديث يدل على أن للمحرمات درجات، تبدأ من الشرك، ثم بعض كبائر الذنوب، ثم أصغرها التي هي تالي هذه المحرمات. فخلاصة القول بأن الحرام أو التحريم له عبارات مختلفة، وهناك الأدلة أو الألفاظ التي تدل على التحريم، وكذلك أن المحرمات لها درجات مختلفة ومتفاوتة. وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.